قديما العرب ما بس قدموا ثقافة، قدموا علم للعالم كله، للبشرية كله. أجانب ثقافتهم عربية، أجانب ثقافتهم عربية. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في قناة البابتن الثقافية وفي برنامج أجانب ثقافتهم عربية. يقول مثل الروماني القديم: كل الطرق تؤدي إلى روما. فهي قبل أن تصبح عاصمة الإمبراطورية الرومانية كانت مدينة صغيرة تطمح لبناء دولة قوية واسعة النطاق، فقامت بفتح البلاد المجاورة لها، ولكن واجهتها صعوبة في المواصلات بسبب وعورة الطريق. وهكذا عمدت إلى ربط كل مدينة تفتحها بطريق مرصوف يصل في نهايته إلى روما، وأصبحت بالفعل كل الطرق تؤدي إلى روما التي جاءها مؤخرا رسامون وأدباء وشعراء من كل أنحاء العالم، والتقوا فيها ليؤكدوا على أن الفن والشعر والجمال هي نقطة تلاقي بين الشعوب. اسم هذا المعرض الدولي هو نظرة إلى الشرق، ومن مميزاته أنه تم تنظيمه في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة روما. الضيفة الرئيسية لهذه الحلقة هي أنتونيلا ريتسو، وهي من المشرفين أو المشرفات على تنظيم هذا المعرض. ولكننا سنلتقي كذلك بالشخصية الرئيسية التي ترأست هذه الفعالية وقادتها للنجاح، وهي السيدة منال سري. أنا شاعرة وكاتبة وكذلك متخصصة في تنظيم الفعاليات الثقافية. بدأت معرفتي بالثقافة العربية منذ الصغر، وربما يعود ذلك إلى أنني من الجنوب الإيطالي، وهو ما يجعلني أكثر قربا من منطقة البحر الأبيض المتوسط. هذا هو السبب في سهولة هذا الانفتاح على كل هذه الثقافات الشرقية، وخصوصا الثقافة العربية. أنا كذلك مدرسة، وهو ما جعلني على اتصال دائم بمختلف الثقافات والحضارات وبالعديد من طلاب فصولي الذين هم من أصول عربية. وخلال السنوات الأخيرة تعرفت على السيدة منال سري، وأسسنا معا جمعية الإبداع آرت التي يمثل الفن فيها رسالة سلام في منطقة المتوسط. لذلك نعمل على بناء جسر فني بأتم معنى الكلمة يكون بين مختلف الحضارات والثقافات. ولأني كاتبة وشاعرة، فقد اتجهت نحو الاهتمام بالأدب النسائي، ومن بين النشاطات والأعمال التي أقوم بها إدارة سلسلة من النشرات الأدبية المتخصصة في الثقافات الأجنبية، وهي عبارة عن قصص وروايات ألفها وكتبها مثقفون أجانب، وذلك بالتعاون مع بعض دور النشر هنا في إيطاليا. كذلك بدأت العمل منذ مدة على إنتاج بعض الأعمال المسرحية الصغيرة التي يحضر فيها الشعر في بعض قصائد للشاعرات في منطقة المتوسط. ومن بين شخصيات هذه الأعمال مثلا شخصية كليوباترا، وقد كتبت شخصيا هذه النصوص المسرحية وتتمثل في رواية قصص ذاتية. أنا حقا مغرمة بالأدب، وخصوصا الأدب النسائي، ففيه دائما نظرة مستقبلية للإبداع، وأعتبره أدبا فيه الكثير من الذوق الرفيع والإلهام الذي يحتوي على نصيب كبير مهيمن من الأحاسيس المؤثرة والألوان والروائح الطيبة والقدرة على الوصف البصري للأماكن والمناظر الطبيعية كذلك، وذاك جميعه من الخصائص التي تميز أعمالهن. وبما أنني أنتمي للجنوب الإيطالي، فإني ألمس تأثير الثقافة العربية في ثقافتنا في كل المجالات وكل اللحظات وفيما نعيشه كل يوم، وهو ما تقوله لي دائما صديقاتي. إن الثقافة العربية جزء من حياتي، سواء فيما يخص العمل أو كذلك الحياة الاجتماعية مع العائلة أو مع صديقاتي، وقسم منهن من أصول عربية. لذلك ومن خلال تبادل الأفكار نتعاون لتطوير وإنجاز العديد من الأعمال الفنية التي من خلالها
نسعى لتوحيد هذه الجهود والتقرب أكثر فأكثر من الثقافات المختلفة، وخصوصا من الثقافة العربية. إن فكرة تنظيم هذا المعرض الفني فكرة مشتركة بيني وبين السيدة منال وكذلك الفنانة الإيطالية فلورا روكو وبين كل عضوات الجمعية بصفة عامة. أما المكان فهو هذا الفضاء الرائع للمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة روما. في البداية فكرنا في تنظيم معرض فوتوغرافي، ولكن بعد ذلك تطورت الفكرة لتشمل أعمالا شعرية وفنانين تشكيليين ورسامين، وكان ذلك من العوامل التي ساهمت في نجاح المعرض. في الواقع لدينا علاقات جيدة مع المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة روما، ونعتبر أن اختيار هذا المكان بالتحديد اختيار استراتيجي، لأننا أردنا أن نؤكد على الدور الذي يقوم به هذا المركز الثقافي الإسلامي في التبادل الثقافي، فهو مركز يرحب بالجميع ومنفتح على كل الثقافات والحضارات، ويشجع على هذا الحوار الثقافي البناء. كما قلت سابقا، أنا مغرمة بالأدب العربي وأقرأ للعديد من الكاتبات والشاعرات العربيات من مختلف الأحقاب التاريخية التي يعبرن في أعمالهن الأدبية عن العديد من الأفكار والتجارب المثرية فعلا بالنسبة إلي باعتبار امرأة إيطالية قبل كل شيء، ثم باعتباري أديبة وشاعرة. ولا تقتصر قراءاتي طبعا على الأدب النسائي، بل أقرأ كذلك للأدباء الرجال، وتعجبني كذلك المأكولات العربية وهي تقريبا دائما حاضرة في مطبخي، وخصوصا المرطبات وكل الأطباق التي يمثل تذوقها تجربة في حد ذاته مع الثقافة العربية. أما بالنسبة إلى تجربة الإيطاليين مع الثقافات المختلفة عن ثقافتهم، فأعتقد أن الإيطالي متفائل بطبعه ومنفتح تماما على جميع أشكال الثقافة، لكنه أيضا سطحي في بعض الأشياء، وبالتالي يتوقف عند بعض الصور النمطية، مما يجعلني أضحك في بعض الأحيان، ولكنني أود أن أغير هذه الأفكار لديه من أجل أن يكون أكثر حرصاً على التبادل بين الثقافات. وربما من أكثر الصور النمطية الخاطئة التي يحملها الإيطاليون هي فكرتهم عن المرأة العربية وصورتها على أنها امرأة لا قدرات لها ولا حقوق في مجتمعها. وهناك العديد من الخصائص الثقافية التي يتم فهمها بطريقة خاطئة، أو لنقل إنها لا تلقى المساحة الكافية للبحث والتأمل والدراسة، بل ينظر إليها بطريقة سطحية ومضللة. أنا آسفة لذلك، ولكنني أرغب في مواصلة القيام بأنشطتي على وجه التحديد من أجل تغيير هذه الصور النمطية. حسناً، أود أن أوضح من خلال أعمالي المعنى العميق للجانب الإنساني وللوعي والإرادة التي تحملها كل أفعالنا في الحياة بجميع أشكالها وفي كل لحظة من لحظات اليوم، وقبل كل ذلك الجانب الإيجابي للأنوثة. فالمشكلة اليوم تكمن في أننا ننظر إلى الثقافات من زوايا فعلا ضيقة، ولذلك نواصل النظر للمرأة على أنها من ضمن الأقلية مقارنة بمجالات العمل للرجل. لا أتحدث هنا عن المرأة العربية فحسب، بل عن المرأة الإيطالية كذلك، وذلك هو السبب الذي يدفعني للعمل على إفساح المجال لرؤية أكثر واقعية وأكثر إيجابية، ولعدم الوقوف عند المظاهر والأفكار السطحية التي يمثل فيها التبادل الثقافي عاملا رئيسيا من أجل معرفة أعمق. في الحقيقة يوجد العديد من الأفكار الخاطئة، ومنها النظرة إلى مسألة ارتداء الحجاب، ولكني أعتبرها أمورا هامشية. كما توجد أيضا أساطير وحكايات عديدة لدى الإيطاليين، من بينها الفكرة التي لدينا عن كيفية معاملة الرجل العربي للمرأة واعتباره رجلا مستبدا تجاه المرأة. فعلى سبيل المثال، هناك من يعتقد بأنه يوجد رجال مستبدون يقودون النساء باستخدام القوة، ثم بعد ذلك يتركونهن
يمتن من الجوع والعطش في الصحراء. على أي حال، هذا الأمر مضحك للغاية، لكنني سمعت بهذه الحكايات أيضا من الصحفيين، وهي من الأشياء المنتشرة في الفيسبوك، وهذه أخبار وهمية مثل كل الأشياء التي من هذا القبيل. حسنا، أظن أن مصدر هذا النوع من القصص والنظرة الخاطئة ليس واضحا تماما، لكن بما أننا نعيش في عصر العولمة، أصبحت التبادلات أكثر تواترا وأكثر ترددا من الماضي، وكذلك هو الشأن بالنسبة إلى الخوف من الآخر، الخوف من أن يغزو الآخر عالمنا ويستولي على ثقافتنا ويغير مسار حياتنا. ذلك ربما ما يجعلنا نبني أساطير ليس لها علاقة بالواقع الذي نعيش فيه، بل نصدقها بدلا من العمل على اكتشاف الحقيقة. وأنا أتمنى لو أن كل الإيطاليين يستطيعون أن يقرأوا الكتب والروايات والشعر العربي حتى يكتشفوا مثلي جمال هذه الثقافة والمعاني الجميلة التي تحملها، والتي من شأنها أن تجعلنا أكثر وعياً وأكثر تفتحاً وأكثر مسؤولية في حياتنا مع الآخرين، ويكتشفوا كذلك كيفية التعامل معهم، وينمو المجالات والمساحات المختلفة والمشتركة التي تثري ثقافاتنا. كما قلت، أصلي من الجنوب الإيطالي، وفي الواقع جدودي أتوا من ألبانيا، من تلك الحضارة التي ورثوها عن العرب المسلمين الذين احتلوا تلك المنطقة وعاشوا فيها خلال القرون الوسطى. وأعتقد بأنني أحمل جزءا من هذا الميراث الحضاري الثقافي العربي، فأنا اليوم أمثل مزيجا ثقافيا فريدا من نوعه، وهو ما يجعلني حريصة على تواصل التبادل الثقافي. لذلك من بين مشاريع المستقبلية التعاون المستمر والمثمر والدائم مع جمعية إبداع آرت ومع منال سري، فنحن نعد معرضا جديدا سيتم تنظيمه في مصر، وسنحمل إلى هناك مشروعاتنا، كما ننوي تقديم مزيج ثقافي مع الفنانين المصريين. وقمنا بالفعل بمناسبة هذا المعرض برسم لوحة جماعية أثارت الكثير من الاهتمام في العديد من الدول الأخرى، وبالأخص في الإمارات والمغرب، وسنعرضها بالتأكيد في المركز الثقافي الإسلامي. زي ما قالت أنتونيلا، أنا منال سري، رئيس جمعية إبداع آرت للسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط. جمعيتي بتلم إيطاليين فنانين وفنانات شعراء وأدباء متجهين للثقافة العربية. المعرض دوت نظر إلى الشرق، بيضم فنانين إيطاليين وفنانين من الكويت، وخصوصاً كان معنا الفنان العالمي طارق حمادة، كان موجود بثلاث لوحات في منتهى الروعة بيعبروا عن الكويت ومدينة الكويت. المعرض كان في المركز الثقافي الإسلامي بالجامع الكبير، أكبر جامع في روما، والدكتور عبدالله رضوان شاكر إن هو سمح لنا فوراً عرض هذا المعرض في المركز الثقافي، وبالتالي احنا عندنا 52 فنان منهم ايطالي ومنهم عرب. جمعية ابداع ارت للسلام في حوض البحر الابيض المتوسط ليها مشروع ان شاء الله هيتحقق قريب، هيكون في الكويت ان شاء الله مع الفنانات الايطاليين والفنانين الايطاليين. انا عايزه اخد الفنانين الايطاليين انزلهم الكويت عشان يعرفوا البلد، يشوفوا البلد، يحسوا الفن بإيديهم ويشوفوا بعينيهم، عشان بإذن الله نعمل مهرجان كبير في الكويت، على أرض في الكويت وفي إيطاليا إن شاء الله. هكذا نأتي أعزائنا المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة التي التقينا فيها مع أنتونيلا ريتسو ومنال سري، وفي جولة في المعرض الدولي في روما نظرة إلى الشرق. نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج أجانب ثقافتهم عربية. من العاصمة روما أحييكم ودمتم في أمان الله.